اهلا 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 بحضراتكم. شوف بقى، بكلمك بجد والله العظيم، مصر لما تضرب المثل، يعني على سبيل المثال للحصر دلوقتي، اقدر اقول لك مصر هي من او بالادق اول دوله تلتزم باهداف كوب 27. تعرف احنا بنشتغل على انه بنعمل توليد طاقه من خلال مفاعل الضبعه. طيب باذن الله عندما نبدا في توليد الطاقه من هذا المفاعل، مصر هتبقى خفضت 14 مليون طن كربون الى هذا الحد. بس ده برضو يحتاج مني ان انا افهم اكتر. عشان اقدر افهم اكتر هنا، خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور محمد عبد الرؤوف، خبير اقتصاديات الطاقه والبيئه. اهلا بيك يا دكتور. الو دكتور محمد. ايوه معاك. مساء الخير. بيك اهلا بيك. مساء النور يا دكتور، ازاي الصحه؟ الحمد لله كله تمام، الله يخليك. كله تمام ان شاء الله. قول لنا يا دكتور، اولا مساله انه لما نشغل مفاعل الضبعه ان شاء الله ويبدا في انتاج الطاقه، هنبقى عمليا كده ساهمنا في خفض 14 مليون طن من الكربون، يعني ايه؟ بص، هو حضرتك قمه المناخ والاهتمام العالمي هي دي تعتبر اهم قمه على مستوى العالم، مش من الناحيه البيئيه فقط لكن من ناحيه اقتصاديه. حلو. القمه دي بتغير اقتصاديات الدول، عشان كده بنلاقي كل الدول وكل الهيئات الدوليه والمجتمع الدولي كله وقاده العالم كله بيجوا، ان هي المستقبل القريب، الاقتصاد صديق البيئه، الاقتصاد الاخضر، هو ده المستقبل، وفرص استثماريه رهيبه في مختلف المجالات ومختلف القطاعات. طبعا المشكله الرئيسيه ان احنا عندنا انبعاثات كربونيه من مختلف الانشطه البشريه، صناعه وطاقه ونقل وخلافه. الهدف الرئيسي لاتفاقيه باريس ان احنا نحافظ على درجه حراره الارض مرتفعه لحد اقصى 1.5 درجه مئويه بالمقارنه بالحقبه الصناعيه. طبعا احنا حاليا ارتفعنا درجه واحده بس على مستوى العالم طبقا للدراسات، ومع هذا الارتفاع شهدنا طبعا كوارث كثيره وفيضانات وارتفاع درجات حراره وحرائق وخلافه. فنعمل ايه؟ ان احنا نقلل الانبعاثات الكربونيه. عشان نقلل الانبعاثات الكربونيه لازم يبقى في استثمارات خضراء في مختلف القطاعات. يعني ان احنا نقلل الانبعاثات الكربونيه. زي ما حضرتك اشرت، انت الطاقه طبعا مهمه، الطاقه الوقود الاحفوري كان هو المشكله الكبرى وهي المعضله الكبيره. فبنحاول نتوجه لمصادر طاقه جديده ومتجدده، ومنها طبعا الطاقه النوويه لان هي صديقه للبيئه ما بينتجش عنها انبعاثات كربونيه. فمع تشغيل محطه، يعني الخبر سليم فعلا ان احنا كل الدول هتتخذ اجراءات معينه في قطاعات مختلفه بحيث ان الصناعات دي تبقى صديقه للبيئه قليله الانبعاثات. فطبعا محطه الضبعه لما يتم تشغيلها مش هيبقى فيه انبعاثات كربونيه، بالعكس مفيش اي ملوثات، مفيش اي انبعاثات من اي نوع، هي صديقه للبيئه. فالتخفيض المقدر لقدره المحطه من الانبعاثات الكربونيه بحوالي 14 مليون طن سنويا. طيب 14 مليون طن سنويا دول معناها هيحصل ايه في مصر؟ ايه شكل التغيير اللي ممكن يجرى على المستوى الاقتصادي ومستوى مسألة استهلاكنا للأنواع الأخرى غير الصديقة للبيئة من الوقود اللي هو الوقود التقليدي؟ يعني ايه اللي هيجرى؟ وطبعا على مستوى صحتنا احنا، يعني 14 مليون طن ده مصيبة. طبعا هي ليها أثار اقتصادية وصحية يعني وبيئية كبيرة. هو طبعا المشوار كبير، يعني دي تعتبر بدايه. هو طبعا انبعاثات جمهوريه مصر العربيه مش كبيره بالمقارنه بالانبعاثات العالميه، احنا حوالي فاصلة 0.6، يعني اقل من 1 على مستوى العالم. بس طبعا كل دوله ملتزمه طبقا للنمو الاقتصادي بتاعها وطبقا لمسؤولياتها التاريخيه. فطبعا ان مصر كدوله ناميه تقوم بمثل هذه الخطوات في مجالات الطاقه المختلفه ومنها الطاقه الجديده المتجدده، ده طبعا يعني يعتبر يعني انجاز كبير وخطوات على الطريق السليم والطريق الصحيح. لان اعتقد في المستقبل القريب بحلول 2030 العالم هيعتمد على كل ما هو صديق للبيئه، كل ما هو قليل الانبعاثات، كل ما هو يعتمد على كل ما هو ذكي ويعتمد على الكهرباء مكهرب. فطبعا احنا عندنا تنويع لمصادر الطاقه ومصادر الطاقه الجديده المتجدده من طاقه شمسيه ورياح وبايو جاز وخلافه. فده ليه اثار اقتصاديه، هيفتح مجالات فرص اقتصاديه كبيره. من الناحيه البيئيه ازاله هذا الكم الهائل من ثاني اكسيد الكربون والملوثات الاخرى من الهواء، ده بيحسن صحه الهواء. يعني حوالي ثلث الوفيات تدخل منظمة الصحة العالمية على مستوى العالم نتيجة ملوثات الهواء. فطبعا احنا لما بنحسن جودة الهواء
وطبعا تحسين جودة الهواء مرتبط بتحسين جودة التربة والمية وخلافه، يعني بنرفع من نوعية جودة الحياة في جمهورية مصر العربية، وده بيبقى عامل جذب آخر للسياح وللاستثمارات الأجنبية إنها تيجي، لأنه في المستقبل في منافسة ما بين الدول وما بين المدن، مين هيعرف يجذب سياح أكتر، مين هيعرف يجذب مستثمرين أكتر. أنا مش هروح لمكان غير صديق للبيئة، ملوث يضرني أو يضر صحتي أو يضر صناعتي، بالعكس أنا عايز مكان يديني دفعة، يديني ثقة أن جودة الحياة عالية والمنتج بتاعي نظيف وهيكون مقبول للتصدير حتى. فطبعا فيها مزايا اقتصادية وبيئية وصحية عديدة يعني. طيب دكتور محمد، يمكن الواحد كان بيقعد يقرأ انه دول كتير في الاتحاد الاوروبي بتحط اشتراطات للواردات بتاعتها، انه بصمتها الكربونية تبقى مش عارف معدلها قد كذا، ما تزيدش عن المعدل الفلاني، يعني انه طرق التصنيع بتاعت المنتج او حتى زراعة الحاصلة الزراعية لازم تكون بطرق صديقة للبيئة قدر الاستطاعة وليها معدلات. هل ده معناه أنه أنا بالطريقة دي أقدر أزود من حجم صادراتي المقبولة لدى دول العالم المتقدم؟ تمام، ده سؤال ممتاز جدا يا أستاذ يوسف. فعلا هو إحنا في يعني في عز أزمة أوروبا طاحنة في الطاقة، أوروبا أقرت ما يسمى بالصفقة الأوروبية الخضراء European Green Deal. الصفقة دي هتطبق من أول يناير 2023، هي هتطبق على بعض الصناعات الكثيفة الملوثة كخطوة مبدئية. هي بالضبط زي ما حضرتك أشرت، إن هيبقى فيه زي ضريبة كربونية، لو مش ملتزم بالمعايير اللي هي مطبقة في الاتحاد الأوروبي يبقى أنا هحط عليك زي ضريبة، فطبعا هتبقى صادراتك للاتحاد الأوروبي أصعب، فأنت هتضطر تعدل من إنتاجك داخليا بحيث تبقى متوافق مع المعايير بتاعة الاتحاد الأوروبي وتقدر تصدر منتجك سواء منتج زراعي او صناعي او خلاف. ففعلا احنا هنواجه في المستقبل القريب صعوبات، عشان كده زي ما بقول لحضرتك هي هتفتح مجالات للتصدير. مش طبعا احنا ما بنتكلمش يعني الطاقه النوويه، الطاقه المولده الكهربائيه احد المجالات اللي هيكون لها نصيب من هذه ضريبه الكربون، بس طبعا احنا عايزين نعمل تحول في مختلف المجالات، تخضير لمختلف القطاعات، منتجات زراعيه، منتجات صناعيه، منتجات كيماويات وخلافه، بحيث تبقى متوافقه مع المعايير الاوروبيه. او بالمناسبه يعني المعايير الاوروبيه دي في المستقبل المتوسط هتطبق على مستوى العالم، يعني امريكا ماشيه في هذا الاتجاه، الدول الاسيويه ماشيه في هذا الاتجاه، هيبقى في مثل هذه الضريبه على مستوى العالم بحيث ان يبقى المعايير البيئيه، وده طبعا عدل بحيث ان المعايير البيئيه المطبقه تمشي على كافه دول العالم. اذا مش ملتزم بالمعايير البيئيه في الدوله بتاعتك وبالذات الانبعاثات الكربونيه هنحط عليك ضريبه، فهتبقى في صعوبات كبيره جدا للتصدير. صحيح، انا بشكرك جدا دكتور محمد عبد الرؤوف خبير اقتصاديات الطاقه والبيئه.